من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: سندير علاقاتنا السياسية بقيم وأخلاق دون تلون أو خداع. عبد العال: الجيش أنقذ مؤسسات الدولة من الانهيار. الحكومة مع الباعة الجائلين بمجلس النواب. نجوم الفن والسياسة يتسابقون في الخير. وإليكم تفاصيل النشرة. فلسفة السياسة الخارجية، هذا ما شرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بجلسة محور إنجازات السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة، قائلا إن الدولة المصرية تدير سياساتها وعلاقاتها بالدول الأخرى بقيم ومبادئ وأخلاق دون تلون أو خداع، مشيرا إلى أن الوزن النسبي للدولة تراجع بشكل كبير منذ 2011 وحتى 2013، حيث تم تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي وتدخلت منظمات دولية في شؤوننا وتحدثت عن مصر بشكل مغاير، لافتا إلى أن بعض الدول اتخذت إجراءات لم تكن لتقوم بها لولا ما مرت به مصر من أحداث، مضيفا كسرت حواجز كثيرة وكان لابد من إعادة بناء هذه الحواجز واستعادة الدولة المصرية لمكانتها وهيبتها. في ناس عملت إجراءات لم تكن لتقوم بها أبدا إلا في أحداث 2011 و12 و13، اتكسرت حواجز كتير، اتكسرت حواجز كتير، وكان لابد من بناء الحواجز دي مرة تانية واستعادة الدولة المصرية لمكانتها وهيبتها. أكون أمين معاكم، المصريين ساعدوني، وأنا مش بقول الكلمة دي عشان أنتم ساعدتوني. هذا وأكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لا تتآمر على أحد وتعمل للخير والبناء في سياساتها وعلاقاتها مع الدول الأخرى، قائلا إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن عدم التدخل في شؤون أحد بجانب الاحترام المتبادل وبناء العلاقات على المصالح المشتركة وإقامة علاقات خارجية على أسس من الأخلاق المستمدة من الحضارة والديانة التي تحكم سلوكياتنا كمصريين، وهذا توجه فريد، مشيرا إلى أن الكثيرين يتذرعون بحقوق الإنسان والحريات وتوظيف ذلك لأغراض سياسية بعيدا عن المبادئ مثل ما حدث في قضية الإرهاب. وحول إعادة بناء مؤسسة الدولة، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن الثورات إما أن تؤدي إلى انهيار المؤسسات أو ضعفها، لكن بحمد الله ما حدث هو ضعف وليس انهيار للدولة، وذلك بفضل رجال القوات المسلحة، مشيرا إلى أن مجلس النواب تم تشكيله في ظروف صعبة عقب الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، حيث أنه لم يكن هناك حزب يحكم سوى حزب أغلبية أو ائتلاف، واستطاع المجلس تشكيل ائتلاف دعم مصر الذي ساعد على بقائه. وكان هناك تحدي آخر، وهو وجود أكثر من 300 قرار بقانون يجب مناقشتها في 15 يوما. الحكومة مع الباعة الجائلين، فقد قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس النواب تضمن إضافة مادة جديدة لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، تجيز من خلاله إصدار التصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، تسريع على ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التي يقوم بعض الشباب بتشغيلها لتوفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون القائمة. نجوم الفن والسياسة يتسابقون في الخير، فقد شهدت مدينة الأقصر سباقات ماراثون زايد الخيري لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بجنوب الصعيد، والتي انطلقت بمشاركة قرابة 6000 مشارك تقدمهم عدد من نجوم الفن في مصر والإمارات وبعض عمداء الكليات، بجانب سفير الإمارات بالقاهرة جمعة الجنيبي والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا للماراثون والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، كما شارك عدد من عمداء كليات الأقصر. وانتهت سباقات الماراثون المخصص بنقطة البدء في ساحة معبد الكرنك الفرعوني بعد تنافس المتسابقين لقرابة 10 كيلومترات، طافوا خلالها حول معبد الأقصر وطريق الكباش الفرعوني وكورنيش النيل، وأعلنت في ختام الماراثون أسماء 500 فائز من بين المشاركين. ألمانيا تلدغ الذراع الإيراني في أوروبا، فقد دهمت قوات أمنية ألمانية مقرات لمخابرات الحرس الثوري الإيراني النشط في برلين على خلفية قرار قضائي أصدره القاضي الفيدرالي بمداهمة وتفتيش المكاتب والمنازل والمؤسسات التي تعمل بأسماء مدنية وهمية تابعة للحرس الثوري سرا. ونشرت جريدة بيلد الألمانية تقريرا مفصلا
أكدت فيه أن من بين مهمات هذه الخلايا القيام بعمليات التصفيات الجسدية ضد قيادات المعارضة الإيرانية بأوروبا، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على 10 عناصر خطيرة، كما تم تفكيك خلايا استخباراتية تجسسية تابعة لإيران. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة بإذن الله.